من شويه استاذ محمد ابو العنين امبارح في الامم المتحده عرض فيلم عن جانب من الانجازات اللي تمت في مصر من 2014 للنهارده، وبجانب الفيلم كمان كلامه عن اللي بيحصل في الدوله المصريه. مصر عملت ايه؟ تسويق للمشروعات، تسويق للسياحه، تسويق لي ازاي اهو قدام حضرتك شفته اهو. لا شفته حضرتك شفته طبعا شفته قبلها الكلام عن احنا عملنا انتصارات ازاي، قواتنا المسلحه مع الشرطه تحقيق انتصارات، ضربات امنيه في سيناء، وخلاص ان احنا في الطريق بعد فتره اعلان منطقه كذا. يعني في شغل قام به هذا الرجل على مدى الايام الماضيه. شوف انا تحليل حضرتك وتقييم حضرتك. انا طبعا انت السؤال ختمت بيه الحلقه، لكن انا في الهواء انا كنت سعيد جدا وانا بقول لك، ربما كان خارج سياق الحلقه، لكن انا سعيد جدا ان رجل اعمال وطني وتاريخ، طبعا استاذ محمد ابو العنين تاريخ يعني نزهو به جميعا، يعني انه يعمل ده في اطار مبادره من رجل اعمال وطني في هذا اللقاء الكبير واعرض ده. أنا توقفت، أنت أشرت للنقاط اللي أشار إليها في الكلمة في الموضوعات الداخلية، لكن أنا عجبني أيضا إشارات مهمة في القضية الفلسطينية وتعامل مع المجتمع الدولي وأمريكا والسياسات الخاصة بالفلسطينيين، وتحدث في تفاصيل كثيرة بالحالة المصرية. أنا أعتقد الفيلم ده فيلم مش وثائقي، لكن فيلم رائع، لأنه بيقول لك الحالة المصرية مشيت إزاي. والحالة دي المصرية مش تطور اقتصادي وسياسي. وبطبيعة الحال أنا أعتقد أنه مهم جدا أن أنت تنقل ده في الأمم المتحدة. الفكرة ذكية بالمناسبة، لازم أن احنا نحيي الأستاذ محمد أنها فكرة ذكية جدا لمن كان وراءها وإخراجها بهذه الصورة. وده مش غريب، يعني ده دور رجال الأعمال الوطنيين في البلد، وأعتقد الأستاذ محمد أبو العنين على رأسهم. يعني ده دور احنا بنتمنى ان يبقى ده دور كل رجال الاعمال الوطنيين في هذا التوقيت، لانه انت طبعا محتاج زي ما بقول لحضرتك منظومه مجتمعيه كامله تعمل بجوار الرئيس. احنا كلنا متابعين كل منا في تخصصه مجهود الرئيس السيسي، كل واحد يبقى له دور، ففي دور في دور احنا لازم نطلع نعمل عمليه تنوير. انت بتدعم الدوله وبتدعم مؤسسات الدوله، بتدعم مؤسسات الدوله. يعني النهارده النجاح اللي في هذا اللقاء الدوري يحسب لكل القطاعات اللي شاركت فيه. أنا سعيد جدا بأداء الدولة المصرية، سعيد جدا بأداء الرئيس، سعيد جدا بأداء الدبلوماسية الرئاسية. الرئيس النهاردة بيبهر العالم بظاهرة الرئيس السيسي، في جزء منه شعورنا كلنا كمصريين وإحنا شايفين أن الرئيس بيتكلم ليس بصفته المصرية فقط. أنا توقفت أمام عدة اعتبارات في إطار تحليل المضمون اللي عملته، لكن في جزء منه كان يتحدث باسم العرب، يتحدث باسم إفريقيا، يتحدث باسم الإقليم الشرق الأوسط بأكمله. أعتقد ده شيء مهم جدا. بيكون مهم يا دكتور طارق أنه رجل أعمال زي الأستاذ محمد أبو العنين، شخصية ورجل سياسة وصناعة ومعروف وعنده علاقات، أنه أيضا وضعه ده انه بيشتغل لصالح الدولة، اعني انه الاجانب يحبوا يشوفوا كمان حد مش في الحكومة او مش في السلطة يتكلم معاهم ويعمل هذا طبعًا التسويق. طبعا هو بص زي ما بقول لحضرتك ده الدور الاخر لرجال الاعمال الوطنيين، ان انت في مناسبة معينة بتقدر تعملها وتخرجها بهذه الصورة. وانا قلت لحضرتك الفكرة عبقرية. انا اتمنى بطبيعة الحال في كل الاحداث السياسية انه يحصل ده. خلي بال حضرتك انت قدام مجهود طويل الفترة اللي جاية، انت عندك بقى رئاسة المجموعة 77 والاتحاد الافريقي كمان، عند الاتحاد الافريقي 2019، فانت داخل في معترك دولي هيبقى فيه دور كبير جدا لرجال اعمال وطنيين. لكن انا على المستوى الشخصي باحيي استاذ محمد ابو العنين بالتاكيد. يعني دكتور طارق شرفتيني النهارده، شكرا لحضرتك جد، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك استاذ احمد، ميرسي لحضرتك، بشكركم شكرا جزيلا. هذه هي متابعتنا وتغطيتنا المباشره من